مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب اليوم الكل مصبحه ومسيه على خير. اليوم حبايبي الفيديو تبعتي ان شاء الله رح ينال رضا الجميع، فيديو رائع جدا جدا. راح نحكي على اهم فوائد كبسولات فيتامين اي. طبعا سألت على هذا الموضوع من احدى الخوات، قالت لي ام يوسف ممكن تعملين اهم فوائد كبسولات فيتامين اي. اهم فوائد كبسولات فيتامين اي حبايبي رائعة جدا 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 للجسم. ممكن نشربها، اكو كبسولات للشرب، يعني انا ما بقدر اطلع لكم الباكيت بس هعطي لكم هيك، اكو تجي كبسولات تنباع للصيدليه للشرب، ممكن هي تستعمل تشربيها وبنفس الوقت حبايبي تستعمليها ك يعني تفتحيها وتستعمليها للبشره وللشعر. اهم حبايبي فوائدها راح اعطيكم تقريبا 7 فوائد، وفيها لها فوائد كثيره. ممكن حبايبي يوميا او كل 3 4 ايام تشربي لك حبه. طيب من فيتامين اي، فيتامين اي رائع جدا للجسم حبايبي، كمان بنفس الوقت مو بس للبشره وللجلد. زين، من اهم فوائده فهو رهيب جدا جدا حبايبي في تبييض البشره فوري. يوضع اذا اخذناه واستعملناه، يعني اخذنا ملعقه قد هذه حبايبي صغيره من اللبن الزبادي وخليناه هيك بعلبه وضفنا لبن زبادي وضفنا معاه حبايبي كبسولة فيتامين اي وبضع قطرات من الليمون، الليمون او عصير البرتقال. ضفنا ملعقة صغيرة جدا من اللبن مع كبسولة فيتامين اي بضع قطرات، يعني نقطتين ثلاثة من الليمون او البرتقال، نخلطه مع بعض ونستعمله مرة واحدة على البشرة وعلى الرقبة. طيب ممكن تخليه وتدلكيه على بشرتك وتسيبيه على البشره تبعتك تدليك 3 دقائق دقيقتين وبعدين سيبيه على البشره تبعتك مو اقل حبايبي من خلينا نقول 25 دقيقه حد ما ينشف تماما من بشرتك، بعديها زيلي زي ما انت متعوده تغسلين وجهك. هذا اول شيء حبايبي. كمان بنفس الوقت حبايبي هو يطول الأظافر ويقوي الأظفر بنفس الوقت ويعطي لها شو نقول فيتامينات رائعة جدا جدا للأظافر. إذا أخذتي كبسولة واحدة من فيتامين إي وواحدة كبسولة من فيتامين إي، خلينا نقول أنا هذا هم فيتامين إي حبايبي، أخذتي كبسولة واحدة من فيتامين إي وحطيتيها فتحتيها طبعا وخليتيها على أظافرك، وبعدين تجيبين الفرشة وتبلشين بالفرشة تدلكين كل الأظافر تبعتك. حاول كل الأظافر تبعتك حاولي دلكيها بالفرشة 3 دقائق أو دقيقتين وسيبيه على إيدك ولا تغسليه من الإيد تبعتك، فهو رائع رائع جدا حبايبي بتطويل الأظافر، فهو رائع جدا حبايبي. زين، هذه 2. طيب لتبييض المفاصل، المفاصل اللي تكون هون حبايبي هذني كلن لتبييضها شو راح نستعمل حبايبي؟ طبعا تبييضها اللي انا بقول مثلا مو السمره وايدها سمره ومن رب العالمين، انه انا هاي من رب العالمين، بس لي فتره على فكره سمريت لاني قاعده اسوي شغلات برا وكنا نحرق نار وهيك، فكنت قريبه اكون على النار واسمرت ايدي كمان. فيا حبايبي ممكن لتبييض الايد وتبييض المفاصل اللي هون بالاصابع، وهي هاي الطريقه سهله وبسيطه ورائعه جدا جدا لتبييض حبايبي المفاصل. ما عليك الا حبيبتي تاخذين، ما عليك يا حبيبتي الا تاخذين سوده الخبز. انا من اقول سوده الخبز كثير انسالت عنها، مو الخميره حبايبي، الخميره تفرق عن السوده تبعت الخبز. سوده الخبز اللي تكون هيك مثل البودره مثل النشا هي تكون، بس هي هاي سوده الخبز موجوده عند العطارين، موجوده بالسوبر ماركت، كمان بالسوبر ماركت بالدول العربيه معروفه كمان حبايبي. سوده الخبز شو راح تسوين؟ تاخذين ملعقه صغيره من السوده تبعت الخبز وتضيفين معاها ملعقه من العسل، ملعقه من سودة الخبز، ملعقة من العسل، وكبسولة فيتامين اي، كل هذا اخلطيه مع بعض
وبلشي دلكي المفاصل تبعت الايد اللي عندك. رائعه جدا جدا هاي الطريقه حبايبي. فيتامين اي الى طرق كثيره، وانا عندي كثير من عند بس يعني عملنا كثير كريمات ودخلناه بكل الكريمات والزيوت اللي انا استعملها. هذا رقم يمكن 2 أو 3 انا راح اقدمكم. طيب الحصول على شفايف ورديه، في كثير خوات سالوني يا ام يوسف كيف نحصل على شفايف ورديه. طريقه حبايبي الحصول على شفايف ورديه، ما عليك الا تاخذين كمان فرشه الاسنان او اصبعك هذا، حطي خلي فيتامين اي على الشفايف تبعتك وبلشي دلكي الشفايف تبعتك، دلكيها للشفايف. ممكن تضيفين قليل بضع قطرات من العسل معه اذا عندك عسل، ما عندك عسل مو مشكله حبيبتي، وبلشي دلكي الشفايف تبعتك. ممكن تضيفين كمان، هذه طريقه حلوه. طبعا الفيتامين اي رائع جدا، حتى السواد حول الشفايف بيزيلها، وبنفس الوقت يعطي نعومه للشفايف ويسويها ورديه لو استعملناها كل يوم قبل ما ننام وندلك في الشفايف تبعتنا. اصلا هي كبسوله فيتامين اي، لو فتحتيها واستعملتيها على البشره بالكامل ممكن تستعمل مباشره، لا تخافون حبايبي. طيب ودلكت سويتيها للوجه وللبشره وتحت العين وكل شو اسمه، ونمتي رائع جدا، تحصلين على بشره رائعه جدا جدا. اما الشفايف اذا كانت فيها لحم ميت وهيك ممكن تستعمليها مع القهوه، وهسه راح اذكر كيف راح نسوي تقشير رائع جدا لجميع انواع التجاعيد للخوات اللي عندهم تجاعيد قويه قويه جدا بالبشره. طيب هسه شو راح نسوي؟ نفرق في الشفايف تبعتنا، ممكن بفرشه الاسنان نبلش ندلك. طبعا في طريقه ثانيه كمان رائعه جدا جدا، تاخذين ملعقه صغيره من زيت جوز الهند، ملعقه صغيره من زيت جوز الهند، وزيت جوز الهند حبايبي دائما بيكون جامد، اللي يكون سائل انا ما عندي ثقه فيه، الجامد افضل الصراحه، بس هو بالشتاء يكون جامد بالجو البارد، بالصيف يكون سائل. زين هذا هو جوز الهند الاصلي حبايبي. طيب ناخذ ملعقه صغيره من جوز الهند، ملعقه صغيره من الملح او السوداء تبعت الخبز، ونضيف لها بضع قطرات كمان حبايبي من او كبسوله واحده من فيتامين اي، ونبلش ندلك بنزيل اللحم الميت الحول اللي على الشفايف، وبنفس الوقت كمان يعطي نعومه رائعه جدا. هذه حبايبي رقم، طبعا خربطت انا ما بعرف رقم 3 أو 4. طيب هذا حبايبي. اما حبايبي للبشره فهو رائع جدا، فيتامين اي لحبايبي لتكوين بشره اصغر من عمرك، راح نعمل مثل رائع جدا جدا اللي هو خلينا نقول مثل الموتونر حبايبي، السيروم يعتبر للبشره، رائع جدا جدا، طريقته سهله وبسيطه وما فيها اي تعقيدات، وهي الطريقه كثير حلوه بتغير من شباب بشرتك، بتجعلك اصغر من عمرك بسنين اطول. طيب لو استعملتيها بتصغر شباب البشره، يعني البشره اللي كبيره تصغرها. راح ناخذ ملعقه اكل من جل الالوفيرا، ملعقه اكل او ملعقتين زي ما انت حابه من جل الالوفيرا، ممكن يكون جل الالوفيرا حبايبي اللي يكون نبات. طبعا عاده حبايبي جل الالوفيرا اذا كان كثير جامد وزي اللي نوبات نشوفها على الفيديوهات، هذا جل الالوفيرا مو الاصلي. جل الالوفيرا حبايبي ما بيصير كثير جامد، ممكن اكو انا سويته شخصيا لكم سويته جامد، بيكون يضيفوا له جيلاتين. المهم حبايبي ملعقه اكل من جل الالوفيرا، راح نضيف معاه حبايبي فيتامين اي. فيتامين اي رائع جدا جدا، هاي الطريقه لو استعملتيها الاقوى انواع التجاعيد راح تكون رائعه جدا. ملعقه اكل من فيتامين عفوا من جل الالوفيرا، ممكن نستعمل جل الالوفيرا اللي ينباع عفوا اللي بالحدائق، طيب اكيد افضل بكثير. راح نضيف كبسولتين او 3 طيب من فيتامين اي. فيتامين اي رائع جدا جدا حبايبي. طبعا في طريقه كمان للشعر رائعه جدا كمان راح نسويها هسه،
يا ريت تشوفون الفيديو على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية، عملنا طريقة للشعر رهيبة جدا حبايبي. هسه زي ما انتم شايفين انا ضفت فيتامين اي مع جل الالوفيرا، ما في اسهل من هذه الطريقة، رائعة جدا جدا، طريقة سهلة صدقوني. هذه لو منتج عامليه يعني بالمحلات التجارية راح تشتروه باغلى اسعار حبايب. ما عليكي الا كل يوم قبل ما تنامين دلكي في البشرة تبعتك بالكامل وسيبيه على البشرة تبعتك بالكامل. طيب قلنا الحصول على شفايف حكينا، حكينا لتطويل الاظافر، حكينا لتبييض الوجه، كمان حبايبي حكينا لإعادة شباب البشرة. رح نحكي هسا حبايبي لتقشير البشرة. لتقشير البشرة هذا لأقوى أنواع التجاعيد، رح تاخذين ملعقة صغيرة من القهوة، ملعقة صغيرة من القهوة مع بضع قطرات من زيت جوز الهند مع كبسولة فيتامين إي. رح يكون ثقيل مو خفيف حبايبي، الثقيل رح يكون لا تسويه خفيف، وفركي في البشرة تبعتك. كرري هاي العملية كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة، ملعقة صغيرة من القهوة، كبسولة أو كبسولتين من فيتامين إي، بضع قطرات يعني خلينا نقول نصف ملعقة صغيرة جدا جدا من زيت جوز الهند السائل، يعني ذوبيه سويه سائل. بلشي دلكي فيه البشرة تبعتك دقيقتين وسيبيه على البشرة 20 دقيقة وغسلي وجهك كالمعتاد. طيب واخيرا حبايبي راح نعمل طريقة لتطويل الشعر، هاي الطريقة رائعة جدا جدا لتطويل الشعر والنمو السريع. الخوات اللي ما بينمو شعرهم بسرعة، ما بيطول بسرعة، شو راح تستعملين؟ استعملي كبسولتين فيتامين اي حبايبي، كبسولتين فيتامين اي مع ملعقة صغيرة من جوز الهند، خلطيه كله مع بعض وبلشي دلكي فروة الرأس تبعتك، بس الفروة تبعت الرأس. إذا ظل من عنده حطيه على الشعر بالكامل، لفي شعرك زي الكاكو سيبيه على شعرك مو أقل من 3 ساعات. ممكن تلبسين كيس نايلون عشان يتغلغل داخل الرأس. دائما حطوا الزيت وانتي متأكدة انه شعرك نظيف، لان اذا شعرك كان وسخ وحطيت الزيت ما راح تستفادين من عنده. كرري هاي العملية 3 مرات بالاسبوع راح تحصلين اروع النتائج. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتي. طبعا فيتامين اي له كثير وصفات، وانا يعني حكيت لكم على الوصفات اللي ما ذاكرتها ممكن لكم، اما انا عندي كثير وصفات موجوده وكريمات وزيوت متخصصه في زيت فيتامين اي. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتي، اتمنى انه ينال رضا الجميع، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تزورون قناتي قناه مملكه الفنون اليدوية، لان عملنا طريقه رائعه للشعر، واتمنى انكم تحطوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس، ومع السلامه.